الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا ونبينا محمد واله الطاهرين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين الى يوم الدين. كلامنا في الايات التي نزلت في الائمه عليهم الصلاه والسلام فكانوا اما شأن نزول الايه او مصداقها البارز او كانوا تأويل الايه او جرت فيهم الايه من جمله الايات قوله تعالى: وألقى في الارض رواسي ان تميد بكم وانهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون هذه الايه تاويلها في الائمه ورسول الله صلى الله عليه واله والانبياء والاوصياء واما تفسير الايه الله سبحانه وتعالى حينما خلق الناس جعل لهم وسائل الهدايه الماديه كما انه جعل لهم وسائل الهدايه المعنويه في سوره الملك الله سبحانه وتعالى يقول هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور الله سبحانه وتعالى مهد هذه الارض لكي يسكن عليها الانسان. فلذلك القوانين المادية التي حكمها في هذه الارض مناسبة لحياة الانسان ونمو هذا الانسان. خلق لكم ما في الارض جميعا. خلق النبات خلق الحيوانات خلق الجبال وما الى ذلك لاجل مصلحة الانسان. والانسان في هذه الارض يسير طلبا للرزق او طلبا للعلم او طلبا للعماره او لاي جهه اخرى لكي لا يتيح في الارض الله سبحانه وتعالى جعل له دلائل هذه الدلائل تدله الى مقصده واذا اراد ان يرجع الى موطنه يتمكن من الرجوع إليها، يعني حتى الآن مع تطور العلم الحديث هذه الوسائل الموجودة كالطائرات مثلا والباخرات، هذه تستفيد من القوانين الطبيعية الموجودة في هذه الكرة الأرضية وعبر أجهزة خاصة تدلها على طريقها، قانون الجاذبية أو قانون ال مغناطيس في القطب الشمالي او اي قانون اخر من القوانين الذي يعرفه هؤلاء الفيزيائيين وغيرهم واخترعوا على طبق تلك القوانين ادوات والات سابقا لم تكن هذه الادوات موجوده لكن الهدايه ايضا كانت موجوده الله سبحانه وتعالى جعل في الارض منخفضات، مرتفعات، جبال، أودية، الإنسان عبر هذه العلائم المختلفة المجعولة في الأرض يتمكن من تشخيص مسيره، زين إذا هو في البحر لا توجد في البحر علامة خاصة، الإنسان يتمكن عن طريق النجوم يهتدي إلى طريقه، زين النجوم متحركة يعني لأن الكرة الأرضية تتحرك فمواقع النجوم تختلف في أول الليل في آخر الليل في فصول السنة المختلفة هناك نجم النجم القطبي هذا لأنه يقع في طرف شمال الأرض هذا كلما الأرض تتحرك هذا مكانه لا يتغير فبهذا النجم يتمكن البحارة مثلا أو الذين يسيرون في الصحراء التي لا علائم فيها الصحراء الرمليه ان يجدوا طريقهم الى مبتغاهم هذا بالنسبه الى الجانب المادي اما الهدايه المعنويه فالله سبحانه وتعالى ايضا جعل اناس يهدون الانسان الى ما يريده الله سبحانه وتعالى من الحقائق سواء حقائق ترتبط بالعقائد أو حقائق ترتبط بالشريعة أو ترتبط بالأخلاق أو بأي جانب آخر من جوانب الهداية التي يريدها الله سبحانه وتعالى. الأنبياء الأوصياء ومنهم رسوله محمد صلى الله عليه وآله ومن بعده الأئمة عليهم الصلاة والسلام، لذلك كان تأويل هذه الآية في رسول الله وفي الأئمة. وألقى يعني ألقى الله سبحانه وتعالى في الأرض رواسية يعني جبال إنما عبر عنها بألقى للإشارة إلى شدتها وشدة وطئها وألقى في الأرض رواسية أن تميد بكم يعني لألا تميد بكم لأن الأرض تتحرك جاذبية الشمس جاذبية القمر هذه تسبب الاضطراب في هذه الأرض لولا وجود الجبال الجبال تمنع الأرض من الاضطراب لذا نشوف مثلا البحار يصير فيها مد وجزر لماذا؟ لأنه الماء عنصر لطيف سيال فجاذبية القمر تجذب مياه المحيطات لأمتار لو هذه الارض لم يكن فيها جبال لكانت تضطرب حتى العلم الحديث اثبت ذلك، وألقى في الارض رواسي أن تميد بكم، وأنهارا يعني جعل في الارض أنهارا، لماذا؟ للزراعة، لأن الزراعة عادة تكون عن طريق هذه الأنهار، وسبلا وطرقا الإنسان في ابتغائه للتجارة أو لأي غرض من أغراضه في هذه الدنيا يحتاج إلى هذه الطرق. لعلكم تهتدون، يعني لعلكم تهتدون إلى مقاصدكم، هذه الهداية المادية، أو لعلكم تهتدون إلى خالقكم، لأن الله سبحانه وتعالى يق تعالى يقول: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، وكما يقول الشاعر: وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، الإنسان إذا تأمل في كل شيء ذلك الشيء يهديه إلى وجود خالق له، لأن القوانين المودعة في هذه الأشياء من أصغر الأشياء إلى أكبر الأشياء، أنت اذهب إلى خلية، اذهب إلى ذرة، اذهب إلى أجزاء الذرة، تجد قوانين تحكمها، قوانين دقيقة جدا، واذهب إلى المجرة المجرات التي بعض تلك المجرات تتشكل من مليارات النجوم، ترى ان هناك قوانين كثيره تتحكم في هذه المنظومه، الانسان اذا اعمل عقله يصل الى يكتشف ان هناك خالقا لهذه الاشياء من صغيرها الى كبيرها، وكما قال سبحانه وتعالى: انما يخشى الله. من عباده العلماء. وعلامات الله سبحانه وتعالى جعل في الارض علامات تدله الى الطريق يعني معالم تهديه الى الطرق التي يريد ان يسلكها وبالنجم هم يهتدون بالنجم اما يراد به جنس النجم يعني النجوم او يراد به خصوص النجم القطبي. الجادي او الجدي هذا النجم الذي هو ثابت في طوال الليل لانه يقع في طرف الشمال فكلما الارض تتحرك لا نرى تغيرا في مكانه فيدل الانسان الى الطريق زين هذا بالنسبه الى تفسير الايه الهدايه الماديه وباطن هذه الايه وتاويل هذه الايه الهدايه المعنويه الرواسي يعني الانبياء الانبياء والاوصياء وكتب الانبياء والاوصياء هذه تهدي الناس الى الله سبحانه وتعالى وعلامات معالم للدين تاويلها بالائمه عليهم الصلاه والسلام وبالنجم هم يهتدون النجم تأويله برسول الله محمد صلى الله عليه وآله وبالنجم هم يعني الناس يهتدون أو بالنجم هم هم يعني العلامات يعني الأئمة يهتدون برسول الله صلى الله عليه وآله لأن الله سبحانه وتعالى هدى رسوله وعبر الرسول هدى الأئمة وعبرهم هدى الناس في هذا الحديث الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يقول النجم رسول الله والعلامات هم الائمه. في حديث اخر الامام الصادق ايضا يقول: رسول الله النجم والعلامات هم الائمه. في حديث ثالث الامام الرضا عليه الصلاه والسلام يقول نفس الكلام: نحن العلامات والنجم رسول الله صلى الله عليه واله. زين ايه اخرى من الايات التي تفسيرها فيهم. الله سبحانه وتعالى يقول في سورة يونس: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. الإنسان يجب عليه أن يعمل عقله. الله سبحانه وتعالى أعطى الإنسان العقل لكي يكون وسيله لهدايته الى خالقه والى مقاصده فرق الانسان عن سائر الحيوانات باي شيء هل في الاعضاء اذا تشوف من حيث الاعضاء لا فرق كثير بين الانسان وبين بعض الحيوانات انت تشوف الاسد مثلا شوف الانسان تقريبا اكثر على الاعضاء متشابهه وهكذا سائر الحيوانات ما هو الفرق بين الانسان وبين الحيوانات؟ الفرق بالعقل، وبهذا العقل الله سبحانه وتعالى دام خيره على المخلوقات كما قال سبحانه وتعالى: فتبارك الله احسن الخالقين. تبارك الله يعني دام خيره، الله سبحانه وتعالى خيره دائم، فضله دائم، يا دائم الفضل على البريه. فتبارك الله احسن الخالقين، ميزة الإنسان بعقله، وهذا العقل يدل الإنسان على خالقه، لكن يحتاج إلى أن يعمل الإنسان هذا العقل. إذا الإنسان لم يعمل هذا العقل ينطبق عليه الآيات التي التي تقول لا يعقلون، لا يعقلون يعني شنو؟ يعني لا يعملون عقلهم. يعني ما عندهم عقل. لا عندهم عقل، لو ما كان عندهم عقل كانوا مجانين، والمجنون ليس بمكلف. لا معنى لتكليف المجنون. لا يعقلون يعني لا يعملون عقلهم. والذي لا يعمل عقله هو مثل الذي لا عقل له من حيث النتيجه، الذي لا عقل له لا يهتدي، الذي لا يعمل عقله لا يهتدي، اولئك كالانعام بل هم اضل. لماذا أظل أن الحيوان لا عقل له هذا عنده عقل وعطل عقله فهو أسوأ من الحيوان زين هذا العقل يحتاج للإنسان أن يعمله أن يعمله زين كيف يعمل هذا العقل؟ أن يرى إلى الآثار فانظر إلى آثار رحمة الله تشوف هذه الآثار وعن طريق هذه الآثار الأثر يدل على المؤثر، المثل المعروف البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير، أنت حينما ترى أثراً تعلم أن هناك مؤثراً، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، انظر إلى السماء وانظر إلى الأرض، وكلما الإنسان نظر أكثر واكتشف أكثر المفروض أنه يكون إذعانه للخالق أكثر، البعض يقول لماذا نرى أن هناك بعض مثلا من علماء علوم الطبيعة والعلوم التجريبية هؤلاء ملحدون من مثلا علماء علم الفلك من علماء الذرة من علماء العلوم الطبيعيه الاخرى نرى ان بعضهم ملحدون الجواب على ذلك ان هؤلاء كثير منهم فيهم رده فعل باعتبار ان الكنيسه في القرون الوسطى وبعدها ظلمت كثيرا باسم الدين فصارت فعل في بعض الشعوب تجاه الدين وهذا رد الفعل استمر لكن مع ذلك هؤلاء اقليه اكثر العلماء من علماء الطبيعه في مختلف العلوم هؤلاء يعتقدون بالله سبحانه وتعالى لانهم يعملون عقلهم في هذا الجانب خرجوا من التاثيرات النفسيه اذا انت شفت واحد يسيء التعامل هذا مو معنى انه انت تنكر كل ما يقوله ذاك لعل بعض ما يقوله صحيح على كل حال قل انظروا ماذا في السماوات والأرض لكن إذا واحد معطل عقله هذا كل آية يشوفها ما تفيده وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها هذا معطل عقله أو هذا معاند كل ما تريه آية لا يؤمن بها يشوف المعاجز يقول سحر فلذلك في يوم القيامة حينما يلقون في نار جهنم يقال لهم هذا أم سحر هذا نار جهنم زين نقول سحر وتعذب في نار جهنم هذا من تعطيل العقل وما تغني يعني لا تفيد لا تفيد الآيات يعني العلامات الدالة على الله سبحانه وتعالى ومن مصادق العلامات الأئمة عليهم الصلاة والسلام كانوا يرون الأئمة يرون كراماتهم يسمعون النصوص التي قالها رسول الله صلى الله عليه واله فيهم لكن يعطلون عقولهم يحاربون الائمه او يعاندون فينكرون فضائلهم وما تغني الايات والنذر النذر جمع نذير يعني الرسل عن قوم لا يؤمنون هنا ما تغني صاير في تضمين لا تدفع، يعني لا تدفع العذاب عنهم، عن قوم لا يؤمنون. الله سبحانه وتعالى ارسل الرسل، لكن اذا واحد عطل عقله او عاند الله لا يجبره على الايمان. لم تنفعه الايه لا لنقص في الايه، لا لنقص فيه بسوء اختياره. الأنبياء أدوا مهمتهم أحسن أداء رسول الله صلى الله عليه وآله كان ناجحا 100% في لأنه أدى المهمة التي أوكلت إليه شنو هي المهمة التي أوكلت إليه؟ التبليغ أدى هذه المهمة بأحسن وجه ليس من مهمته أن كل الناس يؤمنوا لأن الله سبحانه وتعالى ما أكره الناس على الإيمان الله سبحانه وتعالى خلق الناس مختارين زين اذا انت كان الطرف معاند وانت اديت الرساله باحسن اداء، المشكله فيه مو مش المشكله فيك. انت على الان جيب احسن طبيب احسن الاطباء في العالم، جيب جيبه في منطقه فيها امراض هذا الطبيب ليس من مهمته إكراه الناس أو إلجاءهم أو إلجاءهم ليس من مهمته ذلك أن يأتي مثلا يأخذ الناس بعنف ويوجر الدواء في فمهم مثلا أو يزرق الإبر بإكراه لا مهمته أن يذهب إلى هذه القرية يفتح العيادة يأتي بالأدوية المجانية وينادي للناس أنه أي مريض يأتي أعالجه مجانا لا أريد منه أجرا أني أجري من الدولة مثلا مجانا زين أجي إلى القرية بعض أهل القرية أو المنطقة ذهبوا إليه فعالجهم علاجا تاما كاملا مجانيا والبعض لم يأتوا إليه وأمراضهم فتكت بهم وقتلتهم هل نقول إن هذا الطبيب طبيب فاشل أو نسبة نجاحة ناقصة مثلا كلا هذا الطبيب ناجح مئة بالمئة ليش لأنه أدى المهمة ما كانت مهمة إجبار الناس كانت مهمته أن يعلن للناس وأن يعالج من يأتي إليه وبالفعل أدى المهمة أحسن مهم أحسن أداء الانبياء ما كانت مهمتهم اكراه الناس على الايمان مهمتهم التبليغ الله سبحانه وتعالى يقول في القران الكريم ولو شاء ربك لامن من, من في الارض كلهم جميعا لو شاء يعني مشيئه تكوينيه الله لو كان يريد بالمشيئه التكوينيه ان يؤمن كل من في الارض خلاص انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون لكن الله سبحانه وتعالى لم يشأ هذه المشيئه وانما شاء اختيار الناس لذا الناس مختارون ولو شاء ربك لامن من في الارض كلهم جميعا افانت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ الله ما اكرههم، فانت الرسول ايضا ليست مهمتك اكراه الناس، المهمه انما عليك البلاغ وعلينا الحساب. ففي هذه الايه وما تغني الايات والنذر عن قوم لا يؤمنون. يقول الامام الصادق عليه الصلاه والسلام: الايات هم الائمه والنذر هم الانبياء. إذا واحد معاند أي يفيد وياه اي كلام المشركون في مكة الذين لم يؤمن اكثرهم كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة ياسين لقد حق القول على اكثرهم فهم لا يؤمنون لماذا لم يؤمنوا عنادا حسدا بغيا والا الرسول صلى الله عليه واله اراهم المعجزات ومن اهم المعجزات القران الكريم وكذلك معاجز مع اخرى لكن مع ذلك بقوا على كفرهم فاكثرهم لم يؤمن ومات كافرا مشركا منافقا وكذلك المنافقون الذين كانوا في المدينه اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون هؤلاء الم يشاهدوا المعاجز؟ شاهدوا المعاجز لكن بسوء اختيارهم نافقوا ولذلك كان مصيرهم ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار. آية اخرى في سورة القمر الله سبحانه وتعالى يقول ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. آل فرعون يعني فرعون وآله هكذا عندما يقال آل إبراهيم يعني إبراهيم وآله حينما يقال آل فرعون يعني فرعون وآله ولقد جاء آل فرعون النذر يعني المنذرون فرعون وال فرعون سواء الذين كانوا في زمن فرعون او الذين بعده موسى على نبينا واله وعليه الصلاه والسلام وهارون عليه السلام وعلى نبينا واله في زمان فرعون وكذلك بعد فرعون سائر الفراعنه الله سبحانه وتعالى ارسل اليهم منذرين ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا لم يقل وكذبوا بآياتنا بدون واو حسب كلام بعض المفسرين هذا للإشارة إلى فورية تكذيبهم لقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا يعني بمجرد أن أنذره كذبه كذبوا بآياتنا كلها كذب بالعصا هو وآله كذب باليد البيضاء هو وآله كذب في تسع آيات بينات وكذلك سائر الأنبياء الذين جاءوا بعد موسى وهارون أيضا كذبوا بهم كذبوا بآياتنا كلها لكن هذا تكذيبهم هل يضر الله سبحانه وتعالى كلا الله هو الغني الناس هم الفقراء إلى الله سبحانه وتعالى لامتحانهم جعلهم مخيرين لأيام لا معدودة النتيجة شنو فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أخذ عزيز يعني من له الغلبة المقتدر يعني له, له القدرة والذي أظهر قدرته لأن القدرة كلها لله لأن العزة كلها لله سبحانه وتعالى. فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. زين كذبوا بآياتنا كلها، تفسير الآية أو مصداقها الأبرز أو شأن نزولها، هذه المعاجز التي أراها الأنبياء لفرعون وآل فرعون. ومن مصادق الآية أو تأويل للآية ان الايات كلها يعني الاوصياء كلهم ولقد جاء ال فرعون النذر كذبوا باياتنا يعني باوصياء الانبياء كلهم فاخذناهم اخذ عزيز مقتدر، الامام الباقر عليه الصلاه والسلام في هذه الايه يقول في قول الله عز وجل كذبوا باياتنا كلها يعني الاوصياء كلهم هذا اما بيان مصداق من مصادق الايه لان الاوصياء ايضا ايات الله، لان الايه شنو هي؟ العلامه الدلاله التي تدل الى الله سبحانه وتعالى. النبي الوصي يدل الى الله سبحانه وتعالى. المعاجز تدل على الله سبحانه وتعالى، لذا صارت ايات، القران ايات لانه يدل على الله سبحانه وتعالى. يعني الاوصياء كلهم هؤلاء. ايات الله ولكن مع ذلك فرعون وال فرعون كذبوا بهذه الايات، وهناك ايات اخرى ايضا تفسيرها او تاويلها بالائمه عليهم الصلاه والسلام ان شاء الله سنذكرها في حلقات قادمه باذن الله، هذا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد واله الطاهرين